كانوا مش خايفين علينا قنبينا هما الاثنين وكانوا هيتقاسموا في الفلوس. حنفي مستاهل. اسالنا انا عليه. الفلوس لسه في امان مع الواد احمد اخوه. وتضمن منين يا خيري؟ لو مالي ايده من احمد اخوه كان عملوا طعم يصطادنا بيه وما كناش شوفنا خليته من اصله. يبقى لازم نتصرف بسرعه قبل ما يتلام على اخوه ويلعب بدماغه. شوف يا رشاد، لا حنفي ولا مليون واحد زي حنفي هيقدروا يلعبوا بدماغ احمد طول ما معانا كلمه الكذاب. مش كده؟ مظبوط يا خيري، معانا البيت يبقى هنبصر بالواد. ما اكدبش عليكم، انا ابتديت اخاف. عشان جمال اللي يخاف الايام دي ما يعيش يا بدوي. ولا ايه؟ بقول لكم ايه؟ بقكم ما يتفتحش بكلمه واحده. انتوا تسيبوني مني ليه؟ وانا لله في لله ما بقبلهوش. هي كلمه واحده ورد غطاها اللي هقولها له. افرض مرضيش. مرضيش؟ ده انا عندي بدل المحامي 10 يوريهم النجوم في عز الظهر. بس يا بابا. بس ايه؟ حنيتي تاني؟ امال احنا جايين هنا ليه؟ عيني عليكي وعلى بختي. قصدي بختك الاسود يا بنتي. انت هتنوحيلي يا خيريه؟ انا ناقصك. قلت ايه يا عبله؟ اللي تشوفه يا بابا. اللي تشوفه يا بابا. يا منى من فضلك، شريف هيتاخر اكتر من كده. اهدى بس يا عم، على ما تشرب قهوتك يكون جه. مش عايز اشرب حاجه. طب اعمل لك شاي. مش عايز شاي. بابا منى ما لهاش ذنب. انا بجد. وطي صوتك. ثانيه واحده. شريف اخويا ماله؟ شريف انت بموت. انت قاعد بتتنك كده ليه؟ قوم فز وقوم ضرع هتقطم. شريف هو جرى له ايه؟ انت عملت فيه ايه؟ مالك يا شريف؟ رد عليا. قلقان عليها يا اختي؟ دلوقتي فوق وترجع العباد اللي هزع عواده. روحي له كوبايه ميه واعملي لي سحله. اتحرك يلا. مش انت شريف؟ موسى اللي بيجري ده. ايه اللي في ايده ده؟ ده بعيد عربيه. ما هي مجانبكم السودة. انت بتزعل ايه؟ اسمع يا جدع، انت مالكش دعوه بيا خالص. انتوا تبعدوه عني. انا فيهم عليا. وده وقته لما يفوق نبقى نرجع له. فوقي. يلا يا عبله. يلا يا عبله. يلا يا عبله ايه؟ انت راجل انت ما عندكش لا دم ولا نظر. عايزه تخرج وتسيب جوزها في حاله زي دي؟ عبله بنتي ملهاش اي علاقه بيه. انا كنت جاي هنا اطلعها منه. وطلعها منه ليه؟ طلعها منه ليه؟ عيب والباشا. شريف عمره ما كان لها ولا هي كانت ليه. وانتوا كنتوا تقدروا تحصلوا على ضيف واحد زي شريف؟ ولا عشان ربنا ما اداكوا عشان فلوس هتبيعوا تشتروا فيه؟ انت بتمد ايدك عليا يا ولد؟ وافتح دماغي كده. يلا هيموتنا يا موسى. انت جنن. ماما ها هنا تاني. ولو شفتكوا انا هقطع رقبيكوا. فاهمين؟ حاضر. يلا حاضر. يلا هنا جنب جوزك لحد ما يفوق. يا علي ده بيحبك. يا عبلة فوقي فوقي. ماما ماما حبك كده. يلا يا عبلة فوقي فوقي. لسه قاعدين؟ يا موسى يا موسى موسى. انت بتدور على ايه؟ مفتاح الزفت ده. هو ده؟ سبحان الله، مع اني فتشته 100 مره. كملي جميلك بقى وفكلي البلوة دي. كده يبقى ضاع. على العموم ما تفرقش، لما يصحى اخوكي قولي له ما يقلقش عليا. ها سلام عليكم. انت رايح فين؟ مشوار وراجع. عايزين نبقى نكمل كلامنا بتاع الجر. ها
وقتك يا جمعة. سي حنفي يا مالك بلمت كده ليه؟ زي ما كنت شفت عفريت. لا ابدا وده معقول. الحمد لله على السلامه. ده حتى لو الاستاذ احمد اخوك شافك هيفرح قوي. لا يا شيخ تشرب شاي معايا؟ ما يضرش. ايه ده؟ انا فين؟ منى منى شريف الف عبد الله على السلامة. ارتاح ارتاح. انا ايه اللي جابني هنا؟ حنفي هو اللي جابك امبارح بالليل. وعبلة برضو ما اتصلتش؟ دي جات امبارح هي ومامتها وباباها وحنفي طردهم. طردهم؟ طردهم ازاي؟ يا ريته طردهم وبس. عمل ايه تاني؟ ده ضرب عمي موسى على قفاه. احسن على قفاه؟ حنفي ده خرج من امبارح بالليل ولسه ما رجعش. خرج؟ يخرب بيتك يا شريف. عمك فين يا جمعة؟ انا رحت له البيت ما لقيتوش. احمد اسم الله عليك احمد. ما هو اصل ما جاش الورشه من امبارح. بقول لك احمد فين؟ اسمع ادم اقول لك، انت عارف معزيتك عندي معزه احمد اخويا وطول عمره سره معاك. انت لقيه فين؟ ما اعرفش ما اعرفش. انت يا لقيه فين؟ الحقوني الحقوني. انت يا الوقت بيمر احمد هو هيروح ده هيموتوا. انت يا ابو خلصني. احمد خد لهم الشنطه اللي كنت انا معاه وهيروح يقابلهم. امتى وفين؟ العصريه عند مخزن السكه الحديد. بتعملوا ايه تحت الباب؟ ايه هنكون بنعمل ايه يعني تحت الباب؟ وانت مال ايه؟ انت هتجيب لنا خصيمه انت كمان. انت رايح فين؟ سيبيني في اللي انا فيه، انا لازم انزل حالا. انا مش ممكن اسيبك تنزل وانت في الحاله دي. يا منى ارجوكي، انا مستقبلي في خطر. حنفي هرب مني، عارفه ده معناه ايه؟ معناه اني هتقدم لمحاكمه عسكريه. ما تقولش كده يا شريف. اقول اكتر من كده، انا هبقى مسخره وسط زمايلي وفي الداخليه كلها. انا خلاص ضعت انتهيت. فتحت باب الشقه ازاي؟ ما حبيتش عليك وفتحته بطفاشة. في حاجه؟ انت جسك ايه يا اخي؟ يا احمد باخ انت معاك مالي عينك ولا ايه؟ كنت في اهل المصيبه. لا انتك سكت العيال. هم فين؟ ما يلا بينا بالهداوه. كل شيء بقى اوان. امتى؟ لا بقى اخد حمام الاول ومنجه نفسي واخرج احكي لك. ها مش هتفتحي لي؟ لا شريف فكيه. ما تفكي بقى، ما هو قال لك اهو. عايزك تعملي لي فنجان قهوه من ايديك الحلوين، بعد ما اخد الدش المتين اشرب بقى فنجان القهوه من ايديك الحلوه، عشان عايزين كمان نبقى نكمل موضوعنا اللي احنا كنا بنتكلم. تقول لها ايه؟ مين؟ لا ده انا اصل في موضوع خاص بيني وبينها. يعني مالكش دعوه بيها خالص. هو انت ليه محمود كده؟ يلا خش خد حمامك عشان ادخل بعديك. ما تقلقش لسه قدامنا وقت. يلا ماشي يا باشا. قدامي قدام على اوضتك. شريف بيه ساكن في انا دور. ايوه كده الدور الخامس شقه 53. شكرا. بتولد؟ وايه ده؟ لابس البرنس بتاعي؟ طب الله يخرج لكم بلبوس، مش فاهم التجنود في البيت. طب يلا يلا. يا منى 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 مينو المك
المقدم شريف موجود؟ نقوله مين؟ خليه عبد الخالق ابو العنين. وزعت الهيئة في البير تفضلوا. التليفونك عطلان ولا ايه؟ ما بيجمعش. المقدم علاء. العميد صالح. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. شرفتونا. شابوا ايه؟ انا متهيألي شفت سيادتك قبل كده. احنا اتقابلنا فين؟ انا برضو بشاب على حضرتك. انا متهيألي اتقابلنا في بني سويف، طرة، ابو زعبل، في الحضره. مش بعيده. انا فعلا كنت بزور بني سويف والحضره وابو زعبل بحكم شغلي لما كنت بفتش على السجون هناك. بس انا شفتك قبل كده هناك. انا اصلي بقى ايه، مش بزور الحتت دي، انا اعتبر مقيم هناك. ايه ده؟ لا مؤاخذه الدبانه معلش. مظبوطك يا باشا. مظبوط مظبوط يا ولد. ايه مظبوط بعدين بقى يا منى. منى منى طب ما هو البواب مبلمه كده ليه؟ اتحركني. ها واخبار الداخليه ايه؟ عاملين ايه في شغلكم يعني؟ ما بتقولوش انتوا اليومين دول. انا متاكد اني شفتك قبل كده بس فين فين؟ حد يفكرني. خلاص حدش غد دماغك ليه؟ شفتني ولا ما شفتنيش؟ ادي احنا اتقابلنا وخلاص. انت تقرب للشريف. هو زي ما تقول كده احنا نسايب بس اكتر من الاخوان. يا ابني كفايه بقى. لا دي فانا نزل قوي. يا ابني احمد احمد شويه. قلنا خلاص خلاص يا ابن خلاص. اعمل معروف سبب حلقه. ارحمها وارحمنا. باين علينا مجنون يا فندم. ده مش مجنون ده اكيد مجنون. بس الدبان موت. ايه اللي عندك؟ ايه اثبت اهو اثبت عندك. الله يخرب بيتك. خير خير باذن الله. في دبانه تانية على كتفك يا باشا. شريف فين؟ ستي مين المجنون ده؟ هو عمل ايه ساعتك؟ ده بهتمنا. انت مين ده؟ ده حلف القبهه ساعتك. وانا بقول شفتك فين قبل كده؟ شفتك فين قبل كده؟ ده يرجع السجن فورا. وانا قدرت تعدموه قدموه. ايوه يا فندم بس انا لسه محتاجه. ده اخيرا عرف مكان العيال الهربانين. مش مهم، يرجع السجن فورا يا فندم ارجوك. خلاص يبقى تخلص مهمتك وتبلغني بيها اول باول، وبعدين تسلمه لي شخصيا شخصيا. يلا تعالى. انت عملت فيهم ايه؟ انا كنت بشيلهم الدبان. ازاي يعني؟ كده يا باشا. صلى على النبي يا باشا. محدش باين له اثر يعني. ما ترد يا بني ادم. اما تهمت بقى وده وقته. الحبايب كلهم وصلوا. يلا باشا يلا. عبدالله على السلامة يا أحمد. ضاع فين؟ الحفظ والصون. سلم واستلم. وين يا ضامن؟ كلمة شرف. حقدك معايا وهتشوفها بعينك. محدش يتحرك مكانك. بسبع البرومبا. انت جرالك ايه يا مجنون؟ يعني ما تضيعنيش وتضيع نفسك. انت ضايع ضايع خيري. فلوس لسه مع اخوك. حط ايدك في ايدي نلحقه ونتقسم في الفلوس انا وانت بس. ضاع فين؟
المحروس جازك بيلعبني، جايب معاك دين غفر، فاكر ان هم هيحموك وهيحموكي، بس طلع مخادع. عشان استنى بره انت وهو عشان دورك. تعالي هنا تعالي. ازيك يابا؟ حنفي انت خرجت من السجن قبل معادك يعني، حسن سن وسلوك ولا ايه؟ ودي تيجي برضو يابا، انتوا بس اللي وحشتوني، قلت اخرج اشقر عليكم وارجع تاني. شغلانه الفرن بقت صعبه عليك، انت بدك راحه. هانت كلها كم شهر ويفكوا الحراسه عن الابعديه وكم عماره اللي حيلتنا، وساعتها الاشياء هتبقى معدن وما بقاش محتاج للشغل. طب ابتدى يا ابا اعمل لك ايه؟ ما هو اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى اعمى. امك وكم اللحم اللي في الاكل دي اعيشهم منين؟ ما انا قلت لك استريح انت وانا الاكل سداد يا ابا. يا ابني القرش الحرام لا بيدوم ولا بيشبع. خدها سيره وخلينا في المهم. احمد اخويا ليه فين؟ ازيك يا ابو سعيد؟ ازيك انت حبيبي؟ ازيك صحيح؟ الحمد لله على السلامة حبيبي، الحمد لله على السلامة. ازيك يا امي؟ مش هتسلم على اخوك احمد؟ عايز مني ايه يا حنفي؟ شنطة فينا يا احمد، الامانة اللي استأمنتك عليها. نجوم السما اقرب لك منها يا حنفي، الشنطة دي مربوط عليها حياة واحدة، مفيش أي ذنب غير إنها مراتي، هسلمها لهم عشان أخلصها من إيديهم. تبقى مجنون. انت عارف الشنطة دي فيها قد ايه؟ فوق المية ألف دولار ملهمش صاحب. حتى لو فيها كنوز الدنيا بحالها ما ينزلونيش، انا عايز مراتي. مراتك مش هترجع لك لو سلمت لهم الفلوس. انا هعرف ارجعها. دي فلوس كتير. هتنقلنا كلنا من تحت الارض لسبع سنة. قالوا لي الفلوس فين؟ كلمه يابا عقله. يا ايه الحكايه يا حنفي؟ انا اقول لك يابا، قبل ما يدخل السجن فات عليا واداني شنطه مقفوله وقال لي عينها عندك امانه واوعى طولها بني ادم، وانا من حب ليه شلتها بين رموش عليا من غير حتى ما اعرف فيها ايه، لكن قلبي كان حاسس ان وراها مصايب، وفي الاخر طلعت الفلوس المسروقه اللي اتسجنوا بسببها. الفلوس دي انا دافع ثمنها، دي مش فلوسي لوحدي، دي فلوسنا كلنا. ودوع مراتي اللي خطفوها وحطوا حياتها في كفه وشدت الفلوس في الكفه التانيه، ما فكرتش فيها؟ قلت لك مش هعترف يمسوها، هما كل همهم الفلوس. فين الفلوس؟ الفلوس فين انت؟ شيل ايدك عن اخوك. يابا الفلوس دي بتاعتنا، حقنا، دي نصيبكم في الدنيا. الله الغني عنها. شعره من راس مرات اخوك بتساوي الدنيا واللي فيها، شيلك عنه. اجري اجري اجري، رجع الفلوس وافدي مراتك، قلت لك اجري. الفلوس سيبني يابا سيبني. تخرج وراه اللي على جتتي. قلت لك سيبني يابا. بتمد ايدك على ابوك يا حنفي. كنت تهرب انت كمان عشان تكمل. هتفضل موقفني كده كتير؟ انا جعان.
ايه بقى يا شمالك؟ لا مفيش. اوعى تنخى او تطاطي لا تاكل رقبتك. تتكلم عن ايه؟ عدينا يا باشا. يئست. اسودت الدنيا في عيني. اديها ظهرك تجري وراك. مع عصلجه. اديها بالجزمه. هي مين؟ الدنيا. تعبت. فشلت في شغلي. وفشلت في بيتي. مفيش مشكلة ملهاش حل يا باشا. مش لاقي لها حل غير اني ارجعك السجن واسلم القضية لضابط تاني. ليه يا باشا كده؟ انت حتى كده تبقى ضعيف. الضعيف ملوش مكان في دنيتنا دي. والكلاب، الكلاب اللي مش قادر اوصل لهم. انا ما اعرفش السكه كلمه قافله يا باشا. هنوصل لهم ان شاء الله. هنوصل لهم. بتحبها؟ ايه مين؟ في حد غيرها؟ ست هاني ولا معلم؟ رد عليها. طيب كلمني زي ما بكلمك. تحبها؟ وانا لما كنتش بحبها كنت اتجوزتها. وانا بقى يا باشا متاكد تماما ان هي رخله بتحبك. مش عارفها من اللي لهفتها عليك وانا داخل بيك متشال ومتداول. صح، حنفي عنده حق يا شريف. وانا ما تدخليش انت في الموضوع ده باشا. انت غشيم وما بتفهمش في الحريم. حاسب على الفاظك. اقعد بس يا باشا واسمعني كويس. اي واحد في الدنيا دي بيتمنى ان هو يحب ويتحب، وانت والهنا بتحبوا بعضيكم. عايز ايه؟ الفرق اللي بيني وبينها تعبني. ايه؟ الفلوس يعني؟ الفلوس بقت مع اي حد الايام دي، وزي ما بتيجي زي ما بتروح. الراجل ما يعيبوش غير عيب واحد يا باشا. العيب ده انت عارفه وانا كمان عارف. العيب ده فيك يا باشا. انا مصدقك يا باشا، صدقك. يلا روح هات مراتك. يلا. بس بقول لك حنفي عنده حق. عبله بتحبك وانت بتحبها، بتعاند ليه؟ يلا باشا يلا، احنا ورانا شغل كتير وانا هستناك هنا انا ومنى لحد ما ترجع. انت مش بتعرفي تلعبي صلح؟ ايوه. صح. مالكش دعوه بمنى، وهتيجي معايا. اجي معاك في ايه؟ هنروح نجيبها. وتعالى اشوف لك هدمه عليها لقيمه تلبسها. ما بلاش.